خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بالأسكندرية، الرئيس السيسي يؤكد استعداد الدولة للتعاون مع المستثمرين لتحقيق المنفعة المشتركة. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس إحدى شركات الملاحية العالمية التعاون المشترك لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبير. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يترأس وفد مصر في كييف وسان بطرسبرغ في إطار المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية. 9 مساء في القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المسار الذي سلكته الدولة على مدار 25 عاما كان جيدا، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هذا المسار أفضل من ذلك. أضاف الرئيس السيسي خلال كلماته في افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية أن مصر عملت على الاستفادة من موقعها الجغرافي المتواجد على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية. المسار اللي احنا مشينا بيه 25 سنة كان مسار جيد، لكن في كمان حاجات ممكن تبقى اكتر من كده. 2، اذا كنا عايزين نستفيد من موقعنا الجغرافي اللي هو موجود وعلى محور شريان رئيسي للتجاره العالميه، بيشيل 12-13% من التجاره بتعدي من قدام مننا. طب انا بعمل ايه؟ قاعد بقالي كتير سنين كتير اتفرج على ده وساكت. وانا ما اقصدش باللي انا بقوله ده ان انا يعني اتهم اي حد. لا 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 والله، لكن لما جت الفرصة بن إيه؟ بنعملها. كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ملف سياحة اليخوت لا يعد ترفا، وأشار الرئيس السيسي إلى وجود 500,000 يخت في البحر المتوسط، لافتا إلى سعي مصر لزيادة حصتها من هذا النوع من السياحة. خليني أتكلم بما أنت كلمت على اليخوت، أقول للمصريين، لناس فاكرة أن موضوع اليخوت ده موضوع طرف. إحنا موجود في البحر المتوسط تقريبا 500,000 يخت، حصتنا فيهم يعني مش عايز اقول ما فيش، يعني في دول تانية بتاخد 30% من الكلام دوت، وده حقها. اللي يشتغل يا كامل ياخد، واللي ما يشتغلش وينام خليه نايم بقى. فانت عشان تعمل ده، كان قبل كده مده اليخت في مصر عشان قد ايه يا كامل؟ كان سيادتك لما يقعد ياخد تصديق 28-30 يوم. خلي بالكم، اخر مره قالوا لي ده وزاره الاتصالات مش عارف بتاخد ايه، قلت لهم لا 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 صح، 30 دقيقه زي العالم ما بيشتغل. زي الايه؟ العالم كله ما بيشتغل. عشان ايه؟ انتوا بتتكلموا على تشغيل ناس، طب هتشغلهم ازاي؟ ما كانش يبقى عندك 20-30 مارينا مظبوطين زي على افضل انساق ومستويات المراين في العالم، وتدي له نفس الاشتراطات اللي هو بيشوفها في اي دوله تانية. ازاي يعني هتاخد ازاي؟ وتشغل ناس في الموضوع وتدرب وتعلم ناس ما كانتش عندها الخبره اللازمه للشغلانه دي. واعرب الرئيس السيسي عن ترحيب مصر بمختلف المستثمرين للاستفاده من موقعها المتميز ومشروعاتها التنمويه الضخمه. كما أكد الرئيس السيسي استعداد الدولة للتعاون البناء مع المستثمرين في سبيل تحقيق المنفعة المشتركة للجانبين. مش هيفوت إن أنا أرحب بكل الضيوف اللي موجودين معانا، اللي موجودين معانا من الشركات إذا كان هيتشسون أو سي إم إي أو كل شركة أخرى من غير ما أذكر أساميها. أنتم مرحب بيكم في مصر، مستعدين إن إحنا نتعاون معكم تعاون جاد ومخلص من أجل العمل ومن أجل التنمية لينا وليكم والفايدة المشتركة لينا وليكم. إحنا في مصر جادين جدا جدا في كل شيء بنعرضه عليكم وفي كل التزام بنلتزم به قدامكم. برحب بيكم، أهلا وسهلا، وسعداء أن أنتم موجودين معنا ومتشرفين أن أنتم موجودين معنا، وبنتعلم منكم وبنتمنى أن إحنا باللي احنا شفتوه النهارده تعرفوا الخريطه اللي احنا شغالين بيها
ومدى الجدية اللي احنا بنتحرك فيها في تنفيذ مش هقول حلمنا، لكن اللي هو الفكرة بتاعة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية. ما تنسوش قناة السويس، ما تنسوش البحر الأحمر والبحر المتوسط، شبكة الموانئ موجودة على البحر الأحمر، شبكة موانئ موجودة على البحر المتوسط، بالإضافة طبعا لكل الخدمات أو البنية الأساسية اللازمة اللي تقدر تساهم في إنجاح الفكرة اللي احنا بنتكلم عليها. طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سكان الميناء القديم في العريش بأن المشروعات المنفذة بالمنطقة لصالح البلاد وصالحهم، وأوضح السيد الرئيس أن مختلف المشروعات التي تشهدها منطقة العريش ستسهم في إيجاد فرص عمل لأبناء سيناء وبناء مستقبل يليق بالعريش وكل سيناء. في العريش اللي كان الميناء القديم المثلث دوت، عشان أعمل ده كله وما الاقي فيه ظهير يعني ناس موجودة، فنعوضها، مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم. نعوضها، وأنا بقول لهم هم دلوقتي سامعيني، إحنا مش بنعمل ده ضدكوا، إحنا بنعمل ده لأجل بلدنا ولأجلكوا إن شاء الله، عشان تلاقوا شغل إن شاء الله ليكوا ولأولادكوا ومستقبل يليق بالعريش وكل سينا يعني. هذا وقد شهد الرئيس السيسي افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرنس، حيث تم افتتاح ميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر، كذلك ميناء السلوم البري، فضلا عن رصيف الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين سفينة وادي الملوك التابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل ورفع العلم المصري عليها، وذلك ضمن افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض. ويأتي تدشين سفينة وادي الملوك التي تم ضمها لأسطول الشركة العام الجاري في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لبناء أسطول تجاري قوي لنقل التجارة المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري والاستغلال الأمثل لموقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط،
وعلى خطوط الملاحة العالمية. وعلى هامش افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، التقى الرئيس السيسي رئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية وعددا من كبار المسؤولين بالشركة. وخلال اللقاء أشاد الرئيس السيسي بعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين مصر وفرنسا، مؤكدا أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبيرة، خاصة على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به. في إطار قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير ورفع العلم على سفينة وادي الملوك أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري، استقبل سيادته السيد رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM وعدداً من كبار المسؤولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أشاد بعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين مصر وفرنسا، مؤكداً أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبير، خاصة على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به، بما يعزز من قدرته في دعم التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. من جانبه تقدم الرئيس التنفيذي لشركة CMA الفرنسية بالتهنئة بمناسبة افتتاح محطة تحيا مصر، مشيداً بمناخ الأعمال في مصر، ومؤكداً تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إدارة الموانئ، وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية في موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية. ويعتبر تطوير القدرات اللوجستية المصرية واحداً من أكثر الملفات التي شهدت نجاحاً كبيراً بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول إلى أن تكون مركزاً مهماً للتجارة العالمية. المزيد مع زميل مصطفى ميزر. أهلاً بكم. لم تغفل القيادة السياسية أي قطاع تنموي أو إنتاجي إلا وسعت إلى تطويره والعمل عليه. ويعد تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية واحداً من أكثر الملفات التي شهدت نجاحاً كبيراً خلال العقد الماضي، وتفيد المؤشرات التنافسية الدولية والمتعلقة بالبنية التحتية بتقدم مصر 48 مركزاً خلال الفترة من العام 2014 وحتى عام 2019 فقط. مصر تمتلك 18 ميناءً تجارياً ولديها 3000 كيلومتر شواطئ تعمل على استغلالها بصورة مثلى، وقد اعتمدت الحكومة خطة متكاملة لتطوير تلك الموانئ وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 129 مليار جنيه. من أهم الموانئ التي تم ويتم تطويرها ميناء جرجوب، ميناء العريش، ميناء الإسكندرية الكبير، ميناء دمياط، موانئ البحر الأحمر، ميناء بورسعيد، وميناء السخنة. يمكن تلخيص التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية اللوجستية من خلال الآتي: تشييد الممرات اللوجستية والتي تخدم مختلف المشروعات القومية، إنشاء وتطوير شبكة من الطرق القومية وشبكة القطارات السريعة، تطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء الموانئ البرية والجافة. فيما يخص الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الزراعية، تطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كيلومتر وبتكلفة 192 مليون جنيه، وذلك لخدمة مشروع مستقبل مصر الزراعي. كذلك إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومتر وبتكلفة 8 مليارات جنيه لخدمة مناطق الاستصلاح الزراعي بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية.
كما تم تطوير طريق السويس الإسماعيلية أو ما يسمى بطريق المعاهدة بطول 80 كيلومتر وبتكلفة 1.5 مليار جنيه لخدمة مناطق الاستصلاح بغرب القناة. فيما يخص الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الصناعية، تم إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومتر وبتكلفة 8 مليارات جنيه لخدمة المنطقة الصناعية في قويسنا، وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس العين السخنة بطول 60 كيلومتر وبتكلفة 3.5 مليار جنيه لخدمة المناطق الصناعية بالعين السخنة. تطوير وازدواج طريق السادس من أكتوبر الواحات البحرية بطول 283 كيلومتر وبتكلفة 2.2 مليار جنيه لخدمة المناطق الصناعية بالسادس من أكتوبر. فيما يخص الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الخدمية، تم إنشاء طريق شبرا بنها الحر بطول 40 كيلومتر وطريق الجلالة بطول 82 كيلومتر. تطوير طريق الصعيد البحر الأحمر بطول 180 كيلومتر. تطوير وازدواج طريق سفاجة القصير مرسى علم بطول 200 كيلومتر وغيرها من الطرق. الدولة المصرية حرصت كذلك على وضع خطط كاملة لتشييد أكبر شبكة للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي أطوال هذه الشبكة عند الانتهاء من تشييدها 1825 كيلومتر من السكك الحديدية. كل تلك الجهود أسفرت عن إشادات دولية صدرت من كبريات المؤسسات الدولية، حيث تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية في عام 2020، لتحتل بذلك الدولة المصرية المركز 23 مقارنة بالمركز 28 في عام 2019. كما قفزت مصر إلى المرتبة 58 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 والصادر من البنك الدولي، محققة بذلك نحو 3.1 نقطة مقارنة بعام 2018، حيث احتلت مصر المرتبة 67 عالميا. كذلك تقدم ميناء بورسعيد للمركز 10 عالميا في مايو من العام 2023 وفقا لنتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات من بين 348 ميناء حول العالم. لا تزال الإرادة المصرية عازمة على استكمال خططها القومية الطموحة والتي بدأتها منذ عام 2014 لتطوير كافة شبكات البنية التحتية في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر الدولية في قطاعي التجارة واللوجستيات على المستوى الدولي. أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بإنجازات مبادرة حياة كريمة وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في قرية الأبعدية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة. وأكدوا في لقاءات لهم مع التلفزيون المصري أن الوضع بالقرية تغير تماما من حيث البنية التحتية وغيرها من المشروعات الخدمية المتميزة والمتنوعة. إنجازات كثيرة خالص، المستشفى فيها جميع الإمكانيات، فيها استقبال، فيها عمليات، فيها جميع التخصصات. بالنسبة للري بطلوا لنا الترع، وده يعني مشروع يعني ما كناش يعني نتوقعه أو نحلم بصراحة. يعني احنا بنشكر السيد الرئيس وبنشكر الحكومة إن هي بادرت بحياة كريمة، لأن بصراحة مبادرة حياة كريمة ديت يعني احنا من البلد المحظوظة جدا اللي هي الأبعدية، إن احنا ربنا أكرمنا أحلى كرم. كرت بعدين النهارده في عرس لم كن نحلم به في مركز تكنولوجي بوحده صحيه بجميع خدمات الموجوده على مستوى مصالح الحكوميه موجوده هنا في مجلس كرة نديبه. فنشكر سياده الرئيس على اهتمامه وعلى انظاف الطرق وعلى تطهير الترع. المشروعات اللي تمت في حياه كريمه الوحده الصحيه تم تطويرها على اعلى مستوى بالاجهزه، المركز التكنولوجي بشارع عقاري، مكتب بريد،
دار اطفاء وحدة اسعاف موجودة، دار الاطفاء وحدة حماية مدنية، تم بناء مدرسة، تم بناء جمعية زراعية، وحدة بطارية، تم تطوير مراكز الشباب على أعلى مستوى، المدارس تم تطويرها، تطوير الطرق. بالنسبة للمشروع، مشروعات اللي تم تنفيذها بمبادرة حياة كريمة، كل المبادرة بتخدم المواطن في التجمعات الريفية، والخدمات دي كانت خدمات مركزية كنا بنحصل عليها في المدينة الأول، أصبحت الخدمة متوفرة في القرية النهاردة. مجمع الخدمات للمواطنين أصبح فيه سجل والشهر العقاري والضمان الاجتماعي والوحدة المحلية، وأصبح فيه قسم للتموين، وخدمات المواطن أصبحت موجودة في القرية، ما عادتش بتكبدوا أي نفقات بعد ما كان بيروح للمدينة ذهابا وعودة. ومركز الشباب بعد التطوير حياة مميزة خالص وحياة مية مية، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمركز الشباب وتطويره. ومركز الشباب الأول كان فاضي خالص، ما كانش فيه أي حاجة، وكان فيه ما كانش حد بيجي يتواجد فيه دلوقتي، كله موجود. والله الحمد لله ان احنا مبسوطين بالانجاز اللي بيتم في المنطقه الفتره دي، نقلتنا في حته ثانيه، بتوفر لنا حاجات ياما، التشييد الرئيس، يعني احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت دي كنا بنعاني من حاجات ياما، لكن الفتره اللي جايه ان شاء الله نتمنى الحاجات دي تستمر. يعني احنا النهارده بنتكلم ان احنا بقى عندنا مركز شباب وعندنا ملاعب رياضيه وعلى اعلى مستوى، حاجات مش موجوده في مدن. احنا دلوقتي بنتكلم في القريه ان احنا اتطورت من جميع الانحاء، فاحنا بنتمنى انها تستمر معانا الفتره اللي جايه، وان شاء الله الفتره اللي جايه دي تكون خير علينا وعلى الجميع باذن الله. حاجه كويسه جدا يعني التطوير دوت، ونهايه حاجه كريمه يعني ساعدت جدا في تطوير القريه عندنا هنا، وبنشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يعني الزياره ليه كانت الزياره لينا ديت كانت حاجه كبيره جدا وبمثابه حلم لينا، وتطوير الملاعب اللي عندنا بقت على مستوى، يعني في ناس بتيجي من بره علشان جوده الملعب اللي عندنا كويسه جدا، فيعني الناس بتشكر الرئيس السيسي على اللي هو التدعيمات اللي عملها لنا ديت، وبنشكر حياه كريمه جدا جدا على التدعيمات اللي عملتها في الملعب. يرأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفد مصر في مهمة المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتوجه رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزير الخارجية سامح شكري إلى كل من كييف وسان بطرسبرغ للمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية، وتضم المبادرة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، كما تضم ممثلا عن جمهورية الكونغو بالإضافة إلى مصر. ذكرت وكالة رويترز للأنباء أنها اطلعت على وثيقة تتضمن الملامح الأساسية لمقترح السلام الأفريقي بين روسيا وأوكرانيا، وجاء من ضمن أبرز بنودها انسحاب القوات الروسية إلى موقع متفق عليه لتسهيل التفاوض، بالإضافة لسحب الأسلحة النووية التكتيكية التي قدمتها روسيا لبيلاروسيا ووقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا. قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، وذلك لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 من يونيو. أعلنت وزارة الداخلية استمرار منافذ أمان التابع لها في توفير منتجاتها، مع طرح عبوات تضم مواد غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50%. We'll be right back.
استكملت عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين، حيث تعمل العيادات على تقديم الخدمات العلاجية والوقائية للحجاج على مدار الساعة بالمجان، ويصل عددها إلى 16 عيادة بمكة المكرمة وثماني عيادات بالمدينة المنورة. في أجواء روحانية تغمرها السعادة والفرحة بأداء الفريضة حج البيت، استقبلت البعثات النوعية المصرية ومنها البعثة الطبية ضيوف الرحمن بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والتي يتواجد بها العيادات الطبية، وذلك لتقديم الإرشادات التوعوية والوقائية لهم خلال أدائهم الفريضة. بنطلع الأوتوبيسات وبنوصل لهم الرسائل بتاعتنا، نقول ازاي يحافظ على نفسه في إن شاء الله عشان يقدر يقضي حج سليم، صحة سليمة، التغذية السليمة، ازاي يقدر يوصل للعيادات الطبية بتاعتنا، وبنوجهه طبعا لأماكن العيادات الطبية بتاعتنا داخل الفنادق وفي المرات الفنادق اللي هو بيسكن فيها والفنادق اللي حواليها، وإذا احتاج إن هو يعمل مساحات للكورونا طبعا بنوجهه لأقرب مكان ليه، وبنقول له برضه بالنسبة للخدمات اللي بنقدمها له. البعثة الطبية أخبارها 10/10 وقالت كل حاجة عندكم مجانا واللي انتوا عايزينه كله احنا تحت امركم فيه. شفتش احسن من كده، النبادي في المدينه احسن استقبال وهنا في مكه احسن استقبال. استقبال انا نفسي فرحانه بيه قوي والجال موجوده كلها وربنا يبارك لكم كلكم. بعثه الطبيه الدكتور طلع ادانا ارشادات وحاجات وما شاء الله، يعني ما شاء الله، شكرا شكرا جدا. كل حاجه حلوه حوالينا والله، موفر لنا كل حاجه، شكرين قوي. اشراف طبي متكامل، كل شويه بيلفوا على الحجيج بيشوفوا اخبارهم ايه وطلباتهم. قالت لنا ندوه في المدينه وقالوا اللي يعوز حاجه احنا موجودين. كويسه جدا، احلى حاجه اتمنيتها من الدنيا هي ديت، والمقابله عسل وكلكم عسل ورحله عسل، رحله سعيده علينا كلين. ومع وصول ضيوف الرحمن لمكه المكرمه انتهت البعثه الطبيه المصريه من تجهيز عياداتها الطبيه بالفنادق المتواجد بها الحجاج المصريين كافه والمجهزة بالأطقم الطبية المؤهلة، إضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الملحة والضرورية، إضافة إلى فرق الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة وتوزيعها بالمستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية. لسه هذه موفرين أكثر من 7 طن أدوية في جميع التخصصات، بطنة، جهاز هضم، قلب، صدر، رئة، كلى، كل الحاجات الحمد لله نقدر نقول احنا موفرين أدوية بنسبة كبيرة، بحيث ان حتى المصري لما يجي هنا ما يحسش بفرق ما بينه وبين الادويه اللي موجوده. في نظام سيستم معمول لتسجيل الحالات عليه ومتابعتها اول باول ومتابعه ارصده الصيدليات ورصده الاصناف، بحيث لو في حصل مثلا نقص لاي صنف. فنادق العيادات دي تم تجهيزها تجهيز نمطي لعياده متكامله وفيها كل المستلزمات اللي تحتاجها اللي يحتاجها الاطباء والتمريض ومدخلين البيانات للكشف وتقديم خدمه طبيه لائقه. اجراءات طبيه ووقائيه تعمل على توفيرها البعثة الطبية المصرية لضيوف الرحمن على مدار الساعة. رفع درجة الاستعداد القصوى هنا بالبعثة الطبية المصرية لترسيخ الإمكانيات كافة للحجيج لتوفير الأجواء الروحانية لهم لأداء الرحلة المقدسة في طمأنينة ويسر. محمد حلمي، التلفزيون المصري. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. عقد الحوار الوطني 3 جلسات المحور المجتمعي، حيث بحثت الجلسات قضايا لجنة الصحة والشباب. وأكد المشاركون في الجلسة النقاشية للجنة الصحة أهمية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال السنوات الماضية وأهمية التوسع في تطبيق المنظومة، كما أكدوا ضرورة التعاقد مع المستشفيات الجامعية والعيادات الخاصة وإعداد المحافظات الأخرى للتأمين الصحي
من خلال ضم جميع الحزم التمويلية المتاحة وكافة المبادرات وإعادة هيكلة هيئة التأمين الصحي وإصدار لائحة واحدة للرواتب والحوافز والمكافآت. مرحبا بكم مرة أخرى في نشرة التاسعة. أكد المشاركون في لجنة الشباب بالحوار الوطني أن قانون الشباب من القوانين الهامة، لكنه يجب أن يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة ويكون مفهومه هو تمكين الشباب ومن بينهم ذو الهمم. ودعا المشاركون إلى وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق ونقص الموارد البشرية المؤهلة وندرة الاستثمار في المخاطر، إلى جانب تسهيل إجراءات القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل هيئة خبراء متخصصة لدعم رواد الأعمال في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتسهيل إجراءات التأسيس. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها. مندوب السودان بالأمم المتحدة يكشف عن محاولات لتهريب أسلحة نوعية إلى بلاده، والبعثة الأممية تطالب بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية. أدانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للدعم المرحلة الانتقالية في السودان مقتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر الجنينة. ودعت البعثة الأممية إلى عدم استمرار التصعيد العسكري والقتال في دارفور وتحث على الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية من أجل تهدئة الوضع، وذلك للسماح بالحصول على المعونة الإنسانية ومنع المزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق. كما دعت إلى تقديم الجناة وبسرعة إلى العدالة وعدم توسيع دائرة العنف في المنطقة بشكل أكبر. كشف مندوب السودان بالأمم المتحدة عن وجود محاولات لتهريب أسلحة نوعية إلى داخل بلاده. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في السودان، أوضح مندوب السودان أن الأسلحة تشمل صواريخ مضادة للطائرات، وذلك لدعم قوات الدعم السريع. لم تتأثر علاقات السودان مع جيرانه بسبب الأوضاع الإنسانية، وإن كان لكل اشتباكات عسكرية آثار سلبية بالضرورة، ولم يتلقى السودان إجعارا بأن النازحين واللاجئين الذين وصلوا حدود بعض الدول قد تسببوا في إفلات الأمن القومي. هناك محاولات لتهريب أسلحة نوعية من شاكلة صواريخ مضادة للطائرات لدعم التمرد، ولكن القوات الأمنية السودانية تراقب ذلك بإصرار. إن معظم الدول التزمت الحياد الإيجابي، لا سيما أن تشاد أغلقت الحدود لمنع تسرب قوات التمرد إلى أراضيها واعتقلت الذين نفذوا إليها وأخطرت السودان بذلك. يواصل معبر قسطل البري فتح أبوابه لاستقبال الأشقاء السودانيين. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين في هذه الأزمة. باتت هذه البوابة طوق النجاة التي يلجأ إليها السودانيون على مدار أكثر من 50 يوما منذ بدء الاشتباكات في السودان. معبر قسطل البري الواقع على الحدود المصرية السودانية فتح أبوابه لاستقبال الأشقاء السودانيين الذين وجدوا من هذه الأرض ملاذا آمنا يعبرون من خلاله لحياة جديدة. بكل تأكيد الجميع يعلم ما يحدث في الخرطوم هذه الأيام منذ أكثر من 50 يوم، أوضاع مأساوية، اشتباكات مستمرة برغم
الهدن. لم تجد هذه السيدة العجوز من يأخذ بيدها عبر هذا الكرسي إلا مصري، ولم يجد هذا الطفل ابتسامته إلا بمجرد وصوله لأرض مصرية. فهنا مساحة آمنة تقدم فيها مصر خدماتها الصحية والغذائية لتخفف عن الوافدين الآثار الناجمة عن هذه الرحلة في هذا الطقس الحار، لتكون مصر حكومة وشعبا للسودان عونا وسندا. بنشكر دولة مصر الشقيقة والشعب المصري على وقفته معانا، والحكومة المصرية على وقفته مع الشعب السوداني. هنا احنا فريق طبي متكامل عبارة عن أطباء من تخصصات مختلفة وتمريض محترف وصيدلي، والصيدلية متكاملة فيها معظم الأدوية اللي ممكن نحتاجها في أو يحتاجها العابرين خلال المعبر من وإلى السودان. لم تتوقف مصر عن تقديم خدماتها للوافدين السودانيين حتى في المجال الرياضي، فالمعبر استقبل بعثة المنتخب الأولمبي السوداني الذي سيخوض بعض المعسكرات التدريبية على الملاعب المصرية تمهيدا لمشاركته في دورة الألعاب العربية في الجزائر يوليو المقبل. أحيي الأخوان والأشقاء المصريين على حسن الضيافة والاستقبال وسعة صدره طبعا الأحداث الحاصلة في السودان، وربنا إن شاء الله يجعل خير لكل السودانيين إن شاء الله، ويعيد الاستقرار والأمن للسودان إن شاء الله. جهود متواصلة لاستقبال الوافدين السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين وسط حركة تجارية متبادلة بين البلدين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين في هذه الأزمة. يقال إن الأزمات تظهر معادن الرجال، وهنا نزيد تظهر معادن الأشقاء، فعند الشدائد تطلبهم في الحال تلقاهم ويحملون لك الخير أينما رحلت. فهنا مصر الأصالة والتاريخ، والتي لن تألو جهدا في دعم ومساندة أشقائها حتى تتحول المحنة لمنحة بها عودة آمنة لوطن آمن. من معبر قسطل البري، محمود جميل، التلفزيون المصري. أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك إمداد كييف بأسلحة جديدة ومعدات دفاع جوي. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن المساعدات تتضمن مئات الصواريخ لدعم أوكرانيا في القتال ضد الجيش الروسي. وأوضح البيان أن التسليم بدأ بالفعل على أن يتم الانتهاء من التسليم بالكامل خلال أسابيع. أكد حلف شمال الأطلسي الناتو التزامه بمساعدة أوكرانيا في دفاعها عن أراضيها. وقال الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ في اجتماع لوزراء دفاع الناتو يستمر لمدة يومين في مقر الحلف ببروكسل، قال إن الحلف يتوقع تعهدات جديدة بشأن تقديم مزيد من الذخيرة والأسلحة لأوكرانيا، مضيفا أن دعم الحلف لأوكرانيا يحدث فارقا في الحرب، لافتا إلى أن الأوكرانيين يحرزون تقدما على الأرض فيما اسماه بالقتال العنيف هناك على حد قوله. أوكرانيا بدأت هجوما مضادا ضد القوات الروسية، وهذا الهجوم لا يزال في أيامه الأولى، وفي ظل القتال العنيف نرى أن الأوكرانيين يحققون مكاسب وأن كييف قادرة على استعادة السيطرة على الأراضي. وهذا الأمر يوضح أن الدعم الذي قدمه حلفاء الناتو لأوكرانيا منذ عدة أشهر يحدث فارقا كبيرا في ساحة القتال. اعتبرت الخارجية الروسية أن المفاوضات مع كييف ستكون بلا معنى مع استمرار الغرب في إرسال الأسلحة إليها. أضافت الخارجية الروسية أن أوكرانيا هي التي تمنع الوصول إلى حل للوضع الراهن، لافتة إلى أن فرضية استخدام أسلحة نووية تقتصر على حالات الطوارئ ولأغراض دفاعية. اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية خطير لكنه في طور الاستقرار، وذلك بعد تدمير سد كاخوفكا كمصدر مياه لتبريد المفاعلات. وعقب زيارته للمحطة النووية أكد غروسي أن لدى محطة زابوريجيا ما يكفي من المياه، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات كي يستقر الوضع في المحطة، غير أنه لم يحدد ما هي تلك الإجراءات. وأكد غروسي أن مفاتشي الوكالة سيبقون في المحطة، وأن توقيع روسيا وأوكرانيا على وثيقة بشأن أمن المحطة ما زال أمرا غير واقعي مع استمرار المعارك بين الجانبين.
أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى سقطا في بحر اليابان دون وقوع أضرار، وذلك بعد وقت قصير من تحذير بيونغ يانغ من رد حتمي على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقالت هيئة الأركان المشتركة للسول في بيان إنها عززت عمليات المراقبة في حال حدوث استفزازات إضافية، وتظل حالة التأهب بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة. من جانبه قال رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا إن إطلاق الصواريخ هو انتهاك لقوانين مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كذلك يعد عملا متهورا يصاعد الاستفزازات ضد المجتمع الدولي. وأضاف كيشيدا أن اليابان قدمت احتجاجا حازما ضد كوريا الشمالية. هذا وقد أجرت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات مشتركة واسعة النطاق بالذخيرة الحية في ميدان رماية على الخطوط الأمامية في كوريا الجنوبية. وتعد تلك التدريبات هي الأحدث في سلسلة من المناورات العسكرية ردا على التهديدات النووية الكورية الشمالية المتزايدة. وأوضحت كوريا الجنوبية أن التدريبات هي الجولة الخامسة والأخيرة من تدريبات إطلاق النار بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي بدأت الشهر الماضي، والتي يشارك فيها 2500 جندي من الجانبين. قال رئيس وزراء استراليا أنتوني ألبناس إن حكومته ستمنع بناء سفارة روسية جديدة قرب مبنى البرلمان الاسترالي لما قد تمثله من تهديد للأمن القومي. وقال رئيس الوزراء الاسترالي إنه سيتم سن تشريعات جديدة لمنع بناء السفارة الروسية استنادا إلى أسباب أمنية. This action follows the conclusion of long-running litigation regarding the site. The government has received very clear security advice as to the risk presented by a new Russian presence so close to Parliament House. We're acting quickly to ensure the leased site does not become a formal diplomatic presence. The government condemns Russia's illegal and immoral والآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع مصطفى ميزر، إليك يا مصطفى. شكرا هبة حسين، شكرا إينا منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. اختتمت اليوم فعاليات الدورة العادية 13 للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وألقى فيها وزير الموارد المائية والري رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة هاني سويلم كلمة توجه فيها بالتحية لوزراء المياه الأفارقة والسادة ممثلي السادة الوزراء على مشاركتهم في هذا الاجتماع الهام، معربا عن ترحيبه بالأشقاء الأفارقة في بلدهم الثاني مصر. أجرى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مباحثات حول جذب الاستثمارات في الأنشطة البترولية والتحول الطاقي على هامش مشاركته في فعاليات البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن. وخلال لقائه بجين توغود الراعي الاستراتيجي للحكومة الهيدروجين الأخضر في بريطانيا، أكد الملا على أن مصر تدرس الاستغلال الأمثل لجميع مصادر الهيدروجين، لافتا إلى أن سعر الهيدروجين الأخضر سيصبح أكثر تنافسية في المستقبل. أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص يدعم صناعة الطاقة في تنمية الطاقة منخفضة الكربون،
وخلال مشاركة المائدة المستديرة لشركات الطاقة بالمملكة المتحدة، أضاف وزير البترول أن شركات البترول والغاز تعمل على موائمة استراتيجيتها وأنشطتها بما يتماشى مع التوجه العالمي لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون. وأشار أيضا للدور المتنامي للهيدروجين، ويعتبر أيضا مصدر رئيسي للطاقة منخفضة الكربون، وأكد على أن إمكانيات صناعة البترول والغاز في مصر تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين بما يسهم في تحسين اقتصادات العمليات الإنتاجية. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط وفيها وزنت السوق ما بين قفزة في إنتاج المصافي في الصين أكبر مستورد للخام في العالم وضعف التوقعات الاقتصادية هناك، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بما نسبته 4% لتصل وتحقق 73 دولار و23 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1% ليصل إلى 68 دولار و28 سنتا للبرميل، وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.88% لتصل وتحقق 2.38 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.5% لتسجل 2.42 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات حكومية سعودية ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8% في مايو الماضي على أساس سنوي، وأرجعت البيانات ارتفاع التضخم في الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، فضلا عن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع إيمان وهبة. أشكرك مصطفى. شهدت محافظة الأقصر تنظيم قافلة طبية بقرية الدير بمركز إسنا جنوبي المحافظة، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. شملت القافلة توقيع الكشف الطبي بالمجان في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف الأدوية ونظارات العيون بالمجان على الحالات الأكثر احتياجاً في قرية الدير. تشرفنا بوجود قافلة طبية شاملة متنوعة لمجموعة من التخصصات بحضور أطباء متخصصين. هذه القافلة راعيها مؤسسة راعي مصر تحت إشراف التحالف الوطني الذي يدعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. والآن نتحول إلى أخبار الرياضة. أخبار الرياضة لدى مصطفى مزار، تفضل. شكرا من جديد إيمان، وشكرا هبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا وجولتنا الثانية في عالم الساحرة المستديرة محليا وعالميا. حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة المنتخب الوطني الأولمبي مع نظير الغاني في لقاء ودي على استاد الإسكندرية، وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 8 يوليو القادم، وهذه المباراة المؤهلة للأولمبياد باريس في عام 2024. وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة قادمة من مدينة مراكش المغربية بعد خوض مباراة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية وضمان التأهل للبطولة. هذا وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إراحة 6 لاعبين وإعفائهم من ودية المنتخب أمام جنوب السودان والمقرر لها يوم الأحد القادم باستاد القاهرة الدولي.
واللاعبون هم محمد صلاح نجم المنتخب ونجم ليفربول، ومحمد الشناوي، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وحمدي فتحي، ومحمد عبد المنعم. فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين في مباراة ودية بالعاصمة الصينية بكين. افتتح ليونيل ميسي التسجيل مبكرا للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، قبل أن يعزز جيرمان بازالا تقدم الأرجنتين بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 68 من زمن المباراة. أعلن نادي فالنسيا الأسباني عن تمديد عقد للمدير الفني للفريق روبن باراخا حتى عام 2025 بعد أن ساعد الفريق على تفادي الهبوط للدرجة التالية، وتولى المدير الفني المسؤولية في فبراير الماضي، بينما كان فالنسيا يحتل المركز 18 في جدول ترتيب الدوري، لينهي بذلك وبعد ذلك الموسم بسلسلة من 4 مباريات دون هزيمة واحدة على ملعبه، ليحتل بذلك المركز 16 في ختام الدوري. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب وعالم الساحرة المستديرة، ولكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة ونعود لاستكمالها من جديد مع هبة وإيمان. شكرا لك مصطفى. أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤتمرا صحفيا عالميا تحدث خلاله عن سياسة الصندوق وخططه في مصر خلال السنوات الخمس من عام 2023 إلى 2027. يأتي ذلك انطلاقا من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. المزيد في سياق التقرير التالي. تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان البرنامج القطري 11 لمصر 2023-2027 ليجدد ويؤكد التزامه ويتيح الفرصة لتسريع الجهود للوفاء بالتعهدات للقضاء على الاحتياجات الملحة لتنظيم الأسرة. أكدت على التعاون بين مجموعة من الوزارات، منها وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمرأة، وأكدت على الدور الهام لعلاقتنا وشراكتنا بالمجلس القومي للمرأة المتمثلة في إطلاق مبادرة نورة. مبادرة نورة اللي بتهدف إلى الوصول إلى الفتيات في السن من 10 إلى 14 سنة ببرنامج شامل لتنمية قدراتهم. هو البرنامج اسمه تنمية قدرات الفتيات، وكذلك اهتمامها بالمرأة، وأغلب البرامج بتاعتنا، وكمان التعاون مع الشباب، لأن الشباب هم المستقبل، ولأن مصر فيها 60% من الشعب شباب. الحكومة المصرية معنية جدا بكل القضايا اللي بتواجه كل أشكال العنف ضد المرأة وضد الطفل. دعونا نتفق أن الدستور المصري يمكن في المادة 80 أعطى حماية قوية جدا للطفل ضد كل أشكال العنف، وأيضا المادة 11 واجهت كل أشكال العنف ضد المرأة ومساواتها بالرجل في كل الموضوعات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. البرنامج يدعو إلى خلق سلوكيات اجتماعية إيجابية تجاه الفتيات في سن المراهقة داخل أسرهن ومجتمعاتهن، ويعزز الأنظمة لضمان جودة الخدمات المقدمة إليهن وسهولة الوصول إليها. البرنامج القطري هو بيبني على استكمالاً للنجاحات اللي حصلت المرحلة اللي فاتت بالشراكة مع الحكومة المصرية في معامل المرأة ضد المرأة. عندنا شركاء كتير، المجلس القومي للمرأة، وزارة الصحة والسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي. فالهدف ان احنا نكمل على التنسيق بين الجهات المعنية، وان احنا نقدم خدمات اكتر فيها تنسيق اكتر للسيدات المعرضات للعنف. جمع حفل اطلاق البرنامج شركاء صندوق الامم المتحدة للسكان من مختلف القطاعات الذين شاركوا في مناقشات تناولت الجهود التي تبذل لتقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة لخلق جيل من النساء اللواتي يساهمن في صحة وازدهار عائلات ومجتمعات بأكملها في المستقبل. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.
والآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. مصطفى ميزار في وقفة أخيرة لك مصطفى. شكرا هبة وشكرا إيمان. أهلا بكم مشاهدي الكرام في محطة الثالثة والأخيرة نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجة الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظة ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 37 درجة والصغرى 22 درجة والجو فيها يكون حار. في الأسكندرية 29-21 الجو مائل الحرارة، في مطروح 26-20 الجو فيها معتدل، في بورسعيد 26-23 معتدل، في الإسماعيلية 34-21 والجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 27 والجو فيها حار، في العريش 32-23 حار، في طابة 32-23 حار، في شرم الشيخ 39-29 الجو حار، في الغردقة 37-28 والجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة والجو فيها حار، في أسوان 41-29 الجو شديد الحرارة، في الوادي الجديد 40-26 شديد الحرارة أيضا، في شلاتين 36-26 والجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 32-28 والجو فيها حار. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وفي ختام النشرة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بالإسكندرية، الرئيس السيسي يؤكد استعداد الدولة للتعاون مع المستثمرين لتحقيق المنفعة المشتركة. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس إحدى الشركات الملاحية العالمية تعاون المشترك لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبير. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبول يترأس وفد مصر في كييف وسان بطرسبرغ في إطار المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية.